العملية العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية في جنوب محافظة ذي قار الأيام الأخيرة تسلط الضوء على أن هنالك مجموعة جديدة تسمي نفسها بأنصار القربان، مجموعة مشعوذة لديها بعض الأفكار الدينية المتطرفة التي قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة. احنا نبارك هاي الجهود الأمنية بالقضاء على هذه الزمرة، يعني الزمرة النجسة حقيقة والخارج عن القانون والخارج عن حقوق الإنسان، لأنه هاي الزمرة أعتقد هي الغرض منها البلبلة والغرض منها الشعوذة والغرض منها الفوضى وعدم الاستقرار في البلد، ويجب محاربتها ومحاربتها وردعها بشدة، لأنه حتى الأخلاق الإسلامية والأخلاق الدينية أو الأخلاق المجتمعية ترفض هيش نماذج شاذة. شهد العراق في الآونة الأخيرة ما فترة ما بعد انتهاء العمليات الإرهابية والحرب مع داعش تصاعد كبير لانتشار الجماعات الدينية المنحرفة، وبالتالي يحتاج كرد فعل موضوعي من قبل وزارة الداخلية ملاحقة هذه الجماعات بقوة وتجفيف مواردها الفكرية والمادية. هذه الفرقة هي فرقة طبعا لها دوافع، الدوافع هذه هي إشاعة حالة الانتحار وتوحي للشباب العراقي بأن هذا الشباب هو شباب فارغ من الثقافة ومن العقيدة ومن الثقافة الوطنية والدينية. حياكم الله. جماعات غامضة تثير الجدل وتغسل الأدمغة، أفكار وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان، نشاطات حظرها الدستور وحاسب عليها القانون ورفضها المجتمع بشكل بات وحاربها المتدينون، ولكن من يستهدفون؟ مراهقون يذهبون ضحايا لأفكار مريضة تقود إلى متاهات وإلى مهالك، ولا يستبعد أن تكون أجندة لدوائر مخابراتية غايتها الإضرار بالأمن والاستقرار في وسط وجنوب البلاد. خطر محدود قد يتحول إلى تطرف كبير وينذر بكارثة لا يحمد عقباها، نار تسري وتستعر، فمن سيتصدى لها؟ وهل تكفي حملات المداهمة والاعتقال؟ أم أن الإعداد والأعمال غير قابلة للسيطرة؟ كتلك الحالات التي نعيشها في مواقع التواصل الاجتماعي، منصات تنادي بالسحر والشعوذة تصطاد الضحايا وتستنزف الأموال، والرقابة الإلكترونية غائبة، فإلى متى يبقى الحال في الواقع والمواقع قيد هذه المجاميع والأفكار؟ حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ فاضل أبو رغيف. حياك الله أستاذ فاضل. حياك الله فرح. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بشيخ الدكتور حيدر الشمري. حياك الله. حياك الله. دكتور حيدر، بداية أبدأ معك ومن وجهة نظر دينية، من هم جماعة العلاهية أو ما يعرف بالقربانيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي الفاضلة. حياك الله. تحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا باعتقادي أن مثل هكذا موضوعات يجب أن نتناولها، لا نحاول أن نقلل من قيمتها ولا نحاول أن نبالغ فيها. بصراحة
واحدة من الأمور التي نشاهدها في التاريخ المحاولة دائما زج أو وصم المذهب الشيعي، وكانوا عنده هواية من المذاهب وهواية أكو من الطرق وهواية يحاولون أنه يكثرون في المسألة، ولعلها هي جزء من عملية التشويه الفكري أو الثقافي أو التاريخي، شو تريد نسموها سموها، بس بالنتيجة هي عملية تشويه، هي ليست واقعية فعلا مثل ما ممكن أن تصدر على أرض الواقع. لكن بنفس الوقت أقول يجب أن لا نتغافل مثل هكذا حالات، يجب أن لا نسفه مثل هكذا مثلا بعض الظواهر التي تظهر وندعي أنها يعني ليست لها قيمة أو أنها غير مهمة أو أنها غير مؤثرة ولا ينبغي أن نلتفت لها. أقول بنفس الوقت يجب أن نقف دائما مثل لا نهول ولا نقلل من قيمة جماعة القربان. يمكن من قرابة سنة وكانت عندي حلقة في أكثر من قناة فضائية وكان الموضوع صاعد يعني، وبعض المسؤولين في وزارة الداخلية غردوا، وكان فوقتها يمكن اللواء سعد معن غرد بأنه كم شو كذا واحد من هؤلاء ألقوا القبض عليهم، وهناك أنه بعضهم كانوا اكتشفوا أنه هناك عمليات انتحار. بصراحة لما دققنا كثيرا في الموضوع ما لقينا فد مصادر دقيقة تتحدث عن هؤلاء، ولا وجدنا أنه فعلا مثل ما هكذا يصور أنه هناك عملية 28 واحد ادعوا أنهم انتحروا. لما مثلا تواصلنا في الناصرية مع الجهات المعنية يا بهذول أكو فعلا عندكم مسجلين 28 واحد انتحروا على الأقل هسه جماعة القربان ولا غير القربان، لم تأتي يعني الأخبار دقيقة وواضحة، وإنما كل اللي مثلا ادعوا انه الجهات المعنيه انه اكو حالتين او ثلاثه. طيب هاي 28 منين جابوهم ذول؟ اذا هذا تهويل اعلامي. لكن سؤال لحضرتك هم شنو هذول الجماعه؟ خلينا نعرفهم للمتلقي. جماعه يعني اللي حسب ما هو ظاهر ومعلن عنهم انه جماعه تدعي انها ليست فقط توالي الامام علي سلام الله عليه، بل تعتقد يعني بالوهيه او تعتقد بالقداسه الغير متعارفه لاهل البيت سيما للامام علي سلام الله عليه. وبعضهم بدأوا كأنما يقدمون أنفسهم قرابين، بعضهم شفنا بعض الحالات مثلا في الزيارات يظهرون في مظاهر مختلفة عن بقية الزوار، مثلا شعره طويل لحيته طويلة يجي مطين نفسه، يجي في حالات وكأنه هو يريد وكأنه هو يرفع شعار أنه هو إنسان قربان لأهل البيت سلام الله عليهم. لكن هل فعلا أنه وصلت الحالة في أنه هم بدأوا يسوون مثل ما أعلن عنهم أنه بدأوا يسوون قرعات وكل فترة يطلع القرعة على شخص من عندهم ويكون قربان بحيث ينتحر أو أنه يتم مثلا قتله بهالطريقة؟ هذا بصراحة يعني الجهات المعنية الدوائر الطبية لم تسجل مثل هكذا حالات. إذن دكتور فاضل أجد ترحيب بحضرتك. أوامر عليا بملاحقة هذه الجماعات جد هذول يشكلون خطر في محافظات الجنوب ووسط العراق. نعم، بدنا تحية طيبة لك فرح ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك الكريم سماحة الشيخ عزيز. يعني هي أولا القضية هي ليست طارئة وليست مستحدثة وليست بالجديدة، نعم، إنما هي تضرب بأطنابها التاريخ القديم. يعني لدينا جماعات متطرفة غالت في ما يسمى بحب علي بن أبي طالب، وهم يعني على سبيل المثال للحصر الأفطحية كانوا أيضا يغالون، الإسماعيلية كانوا يغالون، الكيسانية كانوا يغالون، الحرورية كانوا يغالون، يعني الكثير منهم. لكن تطورت المغالات هنا في جماعة القربانية، يعني هم أصبحوا يقترعون وبالفعل وقعت ضحايا على أثرها، واتضح فيما بعد أن هذه السلوكيات المشينة التي اشترحوها واقترفوها في محافظة ذي قار بالخصوص، طبعا هي الظاهرة منذ تسعينات القرن المنقضي بالمناسبة. يعني قد يعتقد سائل بأنهم هم وليدوه عام 22 أو 23، لا، هم تطورت أمورهم عند حقبة تسعينات القرن المنقضي. لكن في حينها تصدى لهم المرجع الأعلى الشهيد الله الأكبر السيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، تصدى عليهم ونبذهم وطردهم ودعا لعدم اتباعهم، وبالفعل يعني نجح في إتمام رسالته فيما يتعلق بنبذ هذه السلوكيات. لكنهم عادوا إلى الواجهة عند مطلع يعني 2007 بالتحديد، يعني وكانوا في مناطق نائية من البصرة وتشكلوا على شكل نواة، ويعني كانوا أيضا يتواجدون في إيران
وبالقرب من ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، وكانوا أيضا يتبعون شخص يسمى بالمولى. وأيضا هذا الشخص هو شخص مجهول لم يتم كشف النقاب عنه، رغم تبني بعض الجهات على أنه فلان وفلان، لكنه قد يكون شخصية كاسبرية غير واضحة وغير بينة. ممكن هاي الشخصية تكون مرتبطة بمخابرات أو أجندات خارجية؟ ممكن تكون مرتبطة ببعض الأفكار، يعني الدافع المحرك لها ممكن يكون من البعثيين، يعني هناك خليط من هؤلاء الغرض منه الإساءة إلى مذهب بعينه، يعني كأنما يريدون أن يقولوا أن هذا المذهب هو المذهب الذي خرج لنا من ظهرانينا أو من ظهراني هذا المذهب هؤلاء المتشددون. لكن بعد أن تم ملاحقتهم من قبل جهاز الأمن الوطني وتم متابعتهم بشكل فني وبشكل دقيق، اعترفوا بأنهم خليط عشوائي وليس منظم وليس عقائدي ولا يبت إلى العقيدة بالصلة، وهم ليسوا من الدين بشيء، إنما هو دعة وفراغ، وهذا الفراغ ولد لديهم صورة أخرى، صورة أخرى من صور الانحراف الفكري. نعم. والتشظي السلوكي عبر هذا السلوك الذي اشترحوه في عملية القتل. وبالمناسبة يعني لا توجد ضحايا كثيرة لهم عكس ما يشاع بأن هناك ضحايا. يعني ليش هذا التهويل لعد؟ التهويل أجندات بروباغاندا، البعثيون يريدون أن يسيئوا إلى مذهب الشيعة كما هم أساءوا إلى مذهب السنة وكما هم أساءوا إلى القومية الكردية. نعم. البعثيون يريدوا أن يمزقوا وحدة النسيج العراقي، لذلك تارة يحاولوا أن يضربوا السنة على أنهم صوفية، ويحاولوا أن يضربوا الشيعة على أنهم غلاة، ويحاولوا أن يضربوا الكرد على أنهم فاشية. فلذلك يعني هم يتنوعون بتوزيع التهم. طيب. يعني هم عدلوا بتوزيع التهم بين المكونين الرئيسيين وهم الشيعة والسنة. نعم. إذن دكتور حيدر، اليوم تتحمل المؤسسة الدينية ما يحدث اليوم؟ يعني هل اليوم نحن نعاني من فراغ في التوجيه أو فراغ عقائدي حتى نسمح لهذه الجماعات أن تسري في الوسط والجنوب بهذا الشكل؟ يعني لا يمكن أن ننكر أن هناك الكثير مثلا من القنوات الفضائية والشخصيات اللي خارج البلد، مثلا في بريطانيا، في أمريكا، في غيرها. نعم. الآن بدأت تروج للأفكار المنحرفة، والأفكار على الأقل هي خارج المألوف والمتعارف فيه، ضرب المرجعية الدينية، محاولة تشويه سمعة أهل البيت، محاولة تشويه تاريخ سمعة أهل البيت وتاريخ أهل البيت، ومحاولة في بعض الأحيان لا على أنه هو هذا الحقيقة وهو هذا الاقتراب من أهل البيت. وهذا اللي نشاهده هسه في مجموعة من الشخصيات اللي بدأت تنتشر مثلا في التواصل الاجتماعي بشكل واضح. يعني هؤلاء من المؤكد يجب أن المرجعية الدينية أو المؤسسة، خل نعمم المسألة، المؤسسة الدينية أقول من واجبها كذلك أن تتصدى لمثل هؤلاء، لا تتصدى مباشرة محاولة أنه يعني خلق الضد النوعي أو محاولة أنه إثارة المشكلة معهم أو محاولة ضربهم مباشرة، لا، وإنما محاول بنفس الوقت مثل ما هؤلاء بدأوا ينشطون بشكل واضح، ينبغي كذلك على المؤسسة الدينية أن توحد خطابها وأن توجه وأن تخلق مجموعة من الشخصيات الكفوءة القادرة على أن تواجه مثل هكذا. دكتور حيتر، بصراحة ماذا تنتظر المؤسسة الدينية حتى يعني تتوحد ويكون رأيها واحد أمام الشعب؟ يعني لا ننكر مثلا السنة الماضية في أيام محرم، نعم، تصدت شخصيات من الطراز الأول في الجانب الحوزوي، يعني حتى وصلت إلى بعض الشخصيات من المجتهدين تصدوا إلى المنبر وهم كانت عندهم مجالس واضحة. أكثر من 4 أو 5 شخصيات من درجة الاجتهاد من شخصيات النجف المرموقة من الصف الثاني نعبر عنهم، تصدوا إلى المنبر وصارت عندهم مجالس قوية وكانت لهم مقبولية جيدة جدا، والناس كانوا ينتظرون محاضراتهم ويحضرون، وكانت محاضراتهم كذلك يعني مو فقط حضور تشاهد انه في التلفاز وفي غيرها في التواصل الاجتماعي، كانت منتشره بشكل واضح. هذا يدل على انه المؤسسه بدات
يعني تخلق شخصيات أو توجد شخصيات تواجه مثل هكذا انحراف، أو على أقل التقادير أن توجد شخصيات هي تصدر الإسلام أو التشيع بصورة جيدة، بصورة ناصعة، بصورة غير مشوهة للجمهور. طيب دكتور حيدر، بصراحة هل هنالك من يحاول أن يخلق داعش شيعي؟ أنا أتصور مثل ما قال أستاذ فاضل، هناك نعم فعلاً هناك من يحاول أن يصدر، كأنما مثل ما هناك أكو تطرف عند المذاهب الأخرى، كذلك عند الشيعة هم كذلك أكو هناك يعني محاولة تصدير مثل هكذا فكرة. نعم. ولكن أقول مرة أخرى، أنا لما تابعت بصراحة يعني القنوات التي حاولت أن تتبنى الترويج لمثل هكذا أفكار، أو على الأقل أن تتبنى الترويج للأخبار عن هؤلاء، بصراحة وجدت أنه الكثير من هؤلاء من السلفيين وخاصة من المصريين. بس الآن إذا تبحثين في اليوتيوب راح تجدين هواية من القنوات والشخصيات المصرية السلفية حاولت أن تتحدث عن هؤلاء بشكل واضح وتضخم من حجم هؤلاء. ترى الضحايا ليس كثيرون، والأعداد المنتمين لهذه الحركات هم قليلون جدا، وإنما هي محاولة أنه تشويه سمعة المذهب بهذا الشكل، وأنه كل فترة طالع من عندهم جماعة يعني متطرفة. دكتور فاضل، بصراحة وين الرقابة عن مثل هذه الجماعات؟ يعني نشوف مواقع التواصل الاجتماعي أكو من يروج لهذه الأفكار. لا فرح، هناك رقابة مشددة، بدليل أنه تم تفكيك 3 مجاميع بالمناسبة. يعني جهاز الأمن الوطني فكك 3 مجاميع، وهذه المجاميع كانت هي من تقوم بعمليات ترويج واسعة النطاق وبصورة خفية، وهي تستقطب مجموعة من الشبان سيما من العاطلين على العمل، وكأنما هناك يعني وضع آليات لهذا التنظيم العشوائي خلال استقطاب البعض من العاطلين على العمل. طبعا غالبيتهم هم ليسوا يعني من الدارسين والمنخرطين ضمن التعليم. يعني أنا التقيت بأحدهم من الملقى القبض عليه، وجدته حتى لم يكمل دراسته الابتدائية، وجدته فقط كل ما سألته سؤال قال وددت الالتحاق بعلي بن أبي طالب من خلال تقديم نفسي قربانا له، والبعض الآخر لا ادعى التحاق بالإمام علي بن موسى الرضا، والآخر لا ذهب أكثر من ذلك قال نحن ميتون وبهذا الانتحار ننتقل إلى حياة جديدة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أموات إذا ماتوا انتبهوا، فهو يعني يلوي عنق هذا الحديث النبوي الصحيح ويحاول أن يشتر بطريقة براغماتية. طيب. لذلك أعتقد أنه ليس من الحكمة بمكان أن يتم نشر مثل هكذا أفكار أو تبنيها أو إعادة نشرها، لأن إعادة النشر يعطي مندوحة وفسحة أعلى لهؤلاء، لأن تكون لديهم بيئة خصبة لغرض الاستشراء والانتشار. طيب. والتوسع، وأنا في تقديراتي أنهم لا يستحقون حتى تسليط الضوء بهذه الطريقة. أنا بس أرد أسأل حضرتك، من التقيت به كان قافل على القضية؟ لو كان بها مجال للنصح والموعظة ممكن يبدل رأيه؟ أحدهم كان متعاطيا. متعاطي؟ نعم، أحدهم كان متعاطي. حينما ألقي القبض عليه بعد 3 أيام من فك وهو يعني يهذي بكلام غير مفهوم، وبعد أن يعني ذهب تأثير الدركس عنه تكلم بلغة سليمة طبعا فيما بعد، قال أعتقد يعني أننا كنا على صح، وأعتقد أننا كنا نروم الالتحاق بالرفيق الأعلى كي نلتقي حسب قوله وادعاءه بسيد الوجود والخلق وهو علي. حاشاه لعلي أن يتبنى مثل هكذا أفكار. نعم. وكيف أنه علي بن أبي طالب أبان حياته كيف تصدى لمثل هكذا زمر ضالة. وأعتقد يعني لا أعتقد بصحة يعني الأخبار القائلة بأن هذا التنظيم هو تنظيم كبير، إنما هو تنظيم يعني ضعيف وهن جاهل أمي لا يعي ما يتصرف، يعتمد على الجهالة، يعتمد على السحر والشعبذة، ويعتمد على
على الدعاية والإشاعة. طيب أكو إغراء مالي خلى هذول الشباب يلتحقوا؟ لا يعني لا أكو يوجد أجندات مخابراتية وراهم أو في التوجيه معين؟ هؤلاء أولا جهلة، يتم استقطابهم عبر ما يسمى بالبرين ووش، عمليات غسيل دماغ. وأنا أشبههم في بعض الأحيان مثل تنظيم داعش. تنظيم داعش حينما يتم استقطاب أي شاب من قبل تنظيم داعش يتم استقطابه بطريقة أخرى، هذه بطريقة الحور العين وبطريقة الظلامة والمظلومية، وأنتم مظلومون وعلينا أن نقتص للحق من خلال ضربنا لخياشيم الباطل. هذه على الله هي كذلك، أن ظلامية تمس الشيعة علينا أن ننقذ الشيعة، وهم يجهلون معنى الشيعة والتشيع. نعم. لذلك هم يشترون الدين اشترارا قسريا ومشوها. طيب. وهذه النتائج يا فرح. دكتور حيدر، نحن مقبلين على شهر محرم الحرام، ممكن هاي الجماعات تستغل هذا الشهر الحزين لتمرير اجنداتها واستغلال بعض المواقف؟ يعني من المؤكد انه راح نشاهد بعض هذه الحالات تنشاط. نعم. لان تعرفين انه الان المشاعر متجهة باتجاه المولى أبي عبد الله عليه السلام ومجالس الحسين سلام الله عليه، والتفاعل مع أجواء عاشوراء، وبعدين راح تطلع مثلا بعض شعائر التطبير وغيرها كذا، فهؤلاء أكيد في مثل هذه الأجواء راح ينشطون أكثر ويتفاعلون أكثر. طبعا ندعو الجهات الأمنية أن تهتم بمثل هكذا هيك حالات، أو على الأقل تحاول أن تفرز ما هو صحيح وما هو غير صحيح، تحاول انه يعني تفرز هؤلاء اللي يعني تشك في انه هم في محل خطر على المشكلة الشعائر. دكتور حيدر، في كل محرم الحرام نشوف الشعائر هي مو موجوده، هسه يوم الشور، يوم ما اعرف شنو، يوم دمج الموسيقى باللطميات، مو هذا يشوه المذهب؟ هذا غير متوارث عن اجدادنا وابائنا، نحن نرى شعائر حسينيه حزينه ورصينه ومحترمه، ليش كل سنة نشوف موديل جديد من هذه الشعائر؟ ومنو من مسؤولية منو يتصدى؟ يعني لا ننسى أنه توجيهات معظم مراجعنا الآن كانت واضحة وصريحة، ويمكن قبل يومين نشر واستفتاء لسماحة السيد المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله العالي، وكان جوابه بسيط، وأنه يجب على يعني ما مضمونه كان أنه لا. يجب أن تكون الشعائر بما هو متعارف عليه ضمن السياق اللي متعارف عليه في تاريخنا وفي شعائرنا. بعض المراجع لا، حدد أنه يجب اتباع ما تحدد العتبات المقدسة في إقامة هذه الشعائر. أقول واضح، هو الفرز واضح، سوف يكون واضح أن الشعائر التي هي متعارف عليها وتعلمناها وكانت يعني تربينا عليها، وبين الشعائر المستحدثة التي هي قادمة من مكان ولكن آخر. ولكن من يتصدى للشعائر المستحدثة؟ يعني أتصور هاي مسؤولية المجتمع عموما، خصوصا مسؤولية علماء الدين، خصوصا على الخطباء اليوم. يعني أنا لا أريد أن أقول أن يعني المؤسسة الدينية أو الخطباء غير متصدين لذلك، لا، اليوم نشاهد قبل هذه أيام أنا لاحظ أنه الكثير من علماء الدين على مستوى الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، حتى بل من بسطاء المعممين الآن، من بسطاء طلبة الحوزة الآن بدأوا ينشرون أنه تعالوا خل تكون شعائرنا شعائر حسينية، ويجب أن نهذبها من بعض هذه المشاكل وبعض هذه الممارسات اللي المستحدثة فيها. بالمناسبة أنا لا أقول أن كل ما يمارس في عاشوراء هو شعائر، لا، بعضها شعائر متصل بالرواية، متصل بأهل البيت سلام الله عليهم، وبعضها لا، هي ممارسات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. بالنتيجة يجب أن يسأل عنها المختص، يجب أن يسأل عنها إما مرجع الدين وإما أن يسأل عنها يعني عالم الدين، هو الذي يحدد إن كانت هذه ضمن السياق المتعارف عليه ويعني من ضمن الشعائر أو لا هي ممارسات مستحدثة قد بالعكس هي تشوه مجالس الحسين أو شعائر الحسين أو تأخذ الهيبة، تنال من هيبة شعائر الحسين سلام الله عليه. دكتور فاضل، هذه النشاطات حضرها الدستور، ويعني العقوبات قد تصل بها إعدام أو مؤبد، إلى أي مدى يجب أن ننوه إلى هذه النقطة حتى يكون هنالك حذر من الدخول في مثل هكذا جماعات متطرفة؟ يعني فرح، أنا مع التساهل والتعاطف مع هؤلاء، لأنهم أنا بتقديراتي بنظرتي القاصرة أعتبرهم ضحايا، لأنهم تعرضوا إلى استغفال، وهذا الاستغفال لو لم يكن لديهم هذا الاستغفال لما ارتقوا لمستوى القناعة بأنهم يقوموا ب يعني الاقتراع للانتحار. لا يوجد شخص
يدفع بنفسه للتهلكة بهذه الطريقة ويرخص دمه. وينتحر على كون أنه قربان؟ نعم، ينتحر على كونه قربان وعلى كونه محب وعلى كون ذائب وعلى كون في سبيل الإله وعلى كون أن الإله يحتاج إلى قرابين كي تكون هناك ديمومة. شوف هما بالضبط نفس عملية الأوثان. عزة هي كانت صاحبة البدع الأولى في تقديم القرابين كي تستمر. قريش كانت تدرك أن الأصنام والأوثان لا تغني ولا تسمن، لكنها كانت تعتقد أنها الواسطة إلى الله. هم لا يعتقدون بأن علي هو الله، هم يعتقدون علي هو الواسطة المباشرة إلى الله. نعم. وهم لو نظروا إلى الأمر بصورة تفكيكية وبصورة مرنة لكان فهموا الموضوع بطريقة أليق مما فهموه بطريقة مشوهة. هم فهموه بطريقة جاهلة، يعني هم يعني تقصد من حبهم ومشاعرهم للإمام عليه السلام الله عليه يعني دفعوا بأنفسهم إلى هذا المجال؟ أنا لا أقول حب، الحب المرهون المضمخ بالجهل هذا لا يسمى حب، هذا يسمى مغالاة، والإقلال يسمى مقالات. زي. فقط حرف القاف هنا يفرق. لذلك هم ذهبوا بنوع من المغالات، وهذه المغالات هي التي دفعتهم عن جهالة وليس عن قصد. الجهالة التي تلبستهم دفعتهم باتجاه أن يقترفوا هذه الجريمة بحق أنفسهم أولا، وبحق المجتمع ثانيا، وبحق ملة ومذهب و عقيدة كبيرة جدا. طيب. كمكون كبير بالمجتمع العراقي. هذا يؤسس السؤال لدكتور حيدر. دكتور حيدر، إذا هنا تتحمل المسؤولية الدينية هذا الجهل لبعض الشباب، يعني مناطق فقيرة، ماكو عمل، اكو بطالة كبيرة، اكو فراغ لدى هؤلاء الشباب، واكو جهل ديني، ولا شنو اللي يدفع شاب ينتحر على مود الإمام علي؟ وين العقلانية في هذا التصرف؟ لو المؤسسة الدينية تتحمل مسؤولية لو لا؟ يعني أنا أتصور أنه المسؤولية ليست فقط على المؤسسة الدينية، وإنما جزء منها على المؤسسة الدينية وجزء منها على مؤسسات الدولة، لأنه يعني مثل ما تحدث أستاذ فاضل بأنه جزء من هؤلاء كانوا هم فقراء. يعني تعرفين الفقر مشكلة، إذا دخل في بلاد ممكن يعني يسبب الخراب يعني. فهؤلاء بطبيعة الحال هو يعاني من فراغ في حياته، يعاني من خلل اقتصادي عنده، يعني عنده فقر، ويعاني من جهل. هو يريد ينتحر ما يعرف أنه الانتحار حرام. هو راح هذا فيما يتعلق بالمؤسسة الدينية. أيوه. فأنا أقول بالنتيجة هو أكو جزء من عندها يتعلق بوضع الاقتصادي، وضع الاجتماعي، وضع السياسي، وضع هاي مجموعة أوضاع تتعلق بالدولة وواجباتها. جزء من عنده لا يتعلق بالمؤسسة الدينية، واجباتها المؤسسة الدينية أن توصل هذه، أن توصل كلمة الإسلام، توصل كلمة أهل البيت سلام الله عليهم لهؤلاء بصورة جيدة وواضحة، وبحيث هؤلاء هي مسؤولية هداية هؤلاء الشباب على المؤسسة الدينية. هو هنا النقطة بسؤال أخير وباختصار شديد. القانون يحاسب هؤلاء بالإعدام أو بالمؤبد، من نظرة دينية هل يدعو الإسلام إلى التعاطف أو دعوة هؤلاء لهدايتهم والعدول عن ما يفعلونه؟ مؤكد انه احنا طبعا حتى في المسائل الخطره، قد يعني اذا وصلت الحاله، اذا واحد ينحرف عن الدين الى مستوى الارتداد، حتى هناك يعني اذا وصل الى هذا المستوى لا، هناك يجب ان يستتاب هذا الانسان، ثم محاوله هديه الى الطريق الصحيح وارجاعه الى الطريق الصحيح. كيف بهؤلاء الذين لم يصلون الى هذا المستوى؟ هي مجرد عمليه واصبحت عندهم صورة مشوهة عن الدين، عندهم خلل في عقيدتهم. نعم. فبالنتيجة يجب هدايتهم لا قتلهم. الباحث الأكاديمي الشيخ الدكتور حيدر الشمري، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. دكتور فاضل ستبقى معنا إن شاء الله على الملف الثاني. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن منصات الشعوذة والسحر التي تفتك بالضحايا والأموال، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سار. زادت مؤخرا الدعاية والترويج لأعمال السحر والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المتسترين بغطاء الدين، مستغلين قلة المعرفة لدى البعض الذي دائما يعتقدون أن السحر يحل مشاكلهم الزوجية والعائلية والمهنية، مما ينعكس سلبا على حياتهم النفسية والاجتماعية بشكل خطير. يعني سابقا كانت في المناطق الشعبية منتشرة بكثرة، خاصة يعني الأشخاص اللي ما عندهم ثقافة بصراحة، المناطق الشعبية اللي منغلقة نوعا ما،
لكن تطورت طبعا مع مرور الوقت والحداثة والانترنت والتليفونات، تطورت صارت بالسوشيال ميديا عن طريق الفيسبوك، عن طريق بيجات بالتليجرام، عن طريق جروبات بالواتساب. فهم يعني هم يستغلون الناس عن طريق الدين، عن طريق القرآن، وعن طريق غير أشياء. فبالتالي هذا الأمر خطأ. اليوم كل إنسان عنده عقل براسه ولازم يفكر به إنه هذا الشيء غلط وهذا الشيء صحيح. بس بالتالي اليوم هو يعني عقله محدود الشخص، فبالتالي ينضحك عليه بهاي الأمور، أمور الدين وأمور الثانوية. وبهذا صدد شرعة الأجهزة الأمنية عملياتها ضد منصات السحرة وتعقبهم في أغلب المحافظات بعد أن فرضت هذه الظاهرة نفسها في المجتمع العراقي بالآونة الأخيرة، التي بسببها سقط ضحيتها مئات الأشخاص أغلبهم من النساء، دائما ما يتم استغلالهن بمبالغ مالية وحتى جسدية. بادرت اليوم وزارة الداخلية وأيضا الجهات القانونية اليوم حقيقة معاقبة اليوم كل شخص يسيء، اليوم كل منصة، لأنه تعتبر اليوم المنصة حقيقة هي نافذة تثقيفية للمواطنين، بادرت اليوم بمعاقبة المحتوى الهابط. أعتقد أنه لازم أيضا هذه الشخصيات اليوم وهذه المنصات اليوم اللي ظلل مع الأسف نسائنا وظلل شبابنا اليوم، حتى الشباب اليوم بدأوا يدورون هاي التفاصيل، أعتقد لازم أنه أيضا تكون ضمن المحتوى الهابط وتكون مراقبتها. طبعا هاي المراقبة بشكل كبير، لأنه إذا يستغلوها هو أبشع استغلال، وخاصة النساء. هواي منصات اليوم إحنا عندنا جهة رصد نباوع حقيقة، هواي منصات اليوم تدمر العائلة العراقية حقيقة من خلال استدراجهم، من خلال ايضا ابتزازهم بمبالغ وكارتات ويعني تواصل. هيش نتمنى انه حقيقه تكثيف الجهود اليوم وحقيقه محاسبه هاي الشخصيات اليوم المسيئه اللي تفكك العائله العراقيه وتدمر الشباب وتدمر النساء. حملة أمنية تطال السحرة والمشعوذين الذين يصطادون ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا النساء، مدعين قدرتهم على حل المشكلات الشخصية والعاطفية بطرق غير مشروعة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. نفتح ملفنا الثاني مع الخبير الأمني الدكتور فاضل أبو رغيف، حياك الله من جديد، ومع الخبير القانوني علي زمزير، حياك الله أستاذ علي. أبدأ معك دكتور فاضل، أوامر عليا بملاحقات السحرة والمشعوذين المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى استفحلت هذه الحالات في المجتمع العراقي؟ طبعا يعني كلما دب الفقر وكلما انتشر الجهل، كلما يعني بالمقابل يعني بموازنة عكسية، كلما انتشر الفقر وزاد الجهل كلما انتشرت هذه الظواهر، وهي ظواهر الشعبذة والشعوذة والسحر والتنجيم. وطبعا قبل فترة من الآن تم ملاحقة يعني 3 أشخاص، وهم كانوا يتواجدون في أحد المقابر في مقبرة وادي السلام، كانوا يتواجدون بشكل خفي لغرض إغراء بعض النساء على يعني على إنشاء أعمال منافية للأخلاق لكل شيء، يعني ما يسمى بعقدة اللسان وما يسمى بالمحبة وما يسمى بلجمة الفم وما يسمى بأسماء كثيرة. وطبعا هو لا اعتراض على الأكتوبلازم وعلى الباراسيكولوجي وعلى التنبؤ والتخاطب، هذه علوم قد تكون يعني موجودة في معاهد وفي كليات رفيعة المستوى، لكن أن يتم اجترار ما يسمى بالتنجيم والسحر بطريقة قسرية وبطريقة مشوهة وبطريقة جاهلة وبطريقة، طبعا هناك أنواع من هذا السحر، يعني سحر الاستغلال وسحر المساومة وسحر المراودة عن الجسد. حضرتك قلت أنه الفقر يلعب دور، الجهات اللي جاي تدفع فلوس للسحرة بآلاف الدولارات أبدا هي جهات مو فقيرة. أعرف وزير فرح، كنت أعرف وزيرا، هذا الوزير ذهب إلى أحد دول المغرب العربي وبالتحديد إلى المغرب، وذهب إلى أحد العرافات في أحد ضواحي بغداد، وكان يدفع لها أموال كبيرة في سبيل أن تقرأ له طالعة، وحينما لم يجدد له قال لها أنا مستعد أدفع لك ما تشاءين مقابل أن تعمل لي أي عمل يجدد لي ولاية جديدة من وزارة جديدة. وهذا الوزير وزير يعني ليس وزير،
وقبل يعني اسبوع من الان احد الوزيرات اعتقد وزيره السياحه يمكن في المالديف، نعم في المالديف وزيره السياحه صحيح. قامت بسحر لرئيسها سحر اسود والقي القبض عليها متلبسه بالسحر، اذا وزيره واذا وزير يعني مقتنعون بالسحر. هاي طبقه هو بعد رفيعه المستوى زي. فكيف يعني اذا كان طبقه جاهله تلجا الى السحر والى التنجيم والى الشعوذه؟ نعم فقطعا. وطبعا المناطق الشعبيه يكثر فيها، المقابر يكثر فيها. يعني قبل ستة أشهر في مقبرة وادي السلام وجدوا سلسلة من أعمال سحر عجيبة غريبة ومقززة، وجدوا ملابس سوداء، وجدوا جلود للأفاعي، وجدوا قشر لسلحفات، وجدوا يعني دماغ لبشري، دماغ بشري لا إله إلا الله لميت متوفى حديث. زين أستاذ علي، سمعت ما تفضل به، يعني أشياء مقززة منافية للأخلاق، منافية للذوق العام، منافية للشريعة الإسلامية، شنو اللي خلاها تستفعل بهالشكل هذا؟ والله ست بسم الله الرحمن الرحيم، كذب المنجمون ولو صدقوا. اللي تفضل به الأستاذ الكريم طبعا كلام صحيح جدا، وأعتقد شبه المختصر المفيد، أنه المجتمع اللي استفحل به الفقر واستفحلت به العازة، الإنسان يضعف أمام الظروف المحيطة به. يعني أكو طبقة من المجتمع طبعا طمعا بتحقيق القوت، أو طمعا يريد يوصل الفد إنسان مثلا يريد يسيطر عليه أو يحبه يريد يرتبط به. يعني هواية أكو أمور عند الطبقة الاجتماعية المسحوقة تقريبا. والطبقة الراقية اللي تفضل بها الأستاذ أيضا اللي من ضمنها شخص وزير، يعني للأسف يعني أكو بعض المكاسب قدروا يحققونها طمعتهم أنه يستمرون بهذا الطريق ويكملون به. يعني بصراحة أنا أتساءل أنه هل هاي المكاسب قدروا يحققونها من خلال السحر؟ لو قدروا يحققونها من مجهود ذاتي؟ وهنا هذا السؤال، إذا يقول لك وزير وده يروح، إذن هذا عنده إيمان وعنده اعتقاد كامل لأنه السحر جاي يشتغل أكثر مما كتبه الله لنا. بالضبط، يعني هو تراجع الأخلاق، تراجع التدين، تراجع الواعز الديني، تراجع الواعز الأخلاقي، خلى الناس تنحدر بهذا الانحدار. وأكو مقولة بكتاب مقدمة ابن خلدون، ومقولة مشهورة طبعا أكيد سامعين بها، يتكلم عن أنه الأمم إذا انهارت انتشر بها السحرة والمشعوذون، والمجتمع يتجه رويدا رويدا إلى الانهيار. فهاي إحدى بوادر انهيار المجتمع اللي المفروض الجهات المعنية تلتفت إلها وتحاول تكافحها بشتى الطرق. زين، بصفتكم قريبين من الوضع القضائي، نعم، بماذا تحاسبون المرأة التي تتخلى عن شرفها وتكون يعني تقوم بأعمال منافية جدا للأخلاق مع ساحر ولا مشعوذ حتى يقولها توصين مثلا لهدفك المعين؟ والله هي هنا المرأة اللي جاءت تتكلمين عنها جنابك، هي بالنهاية هي ضحية، يعني تم التلاعب بها أو تم استغفالها واستغلالها من قبل هذا الساحر. وللأسف يعني القانون العراقي بنقص تشريعي بهذا الجانب، يعني شقد ما تبحثين عن المواد اللي ممكن تعالج هاي المسألة تلقين بس المادة 456 من قانون العقوبات العراقي اللي تكلمت عن هذا الموضوع، تكلمت عنه يعني أنه إذا شخص توصل إلى شيء من شخص آخر بالاستغلال وعن طريق الاحتيال، يعني شخص يتوصل إلى أموال يستحوذ على أموال من شخص آخر بطريق الاحتيال، يعني هي هذا الشق الوحيد اللي يتكلم عن هذا الموضوع واللي عالجه. أفهم مثل هكذا نساء تتخلى عن شرفهن ليش ضحية؟ يعني هي ما رايحة تتراجع على معاملة مؤسسة الشهداء وأكو أحد ابتسها، هي رايحة بكامل إرادتها حتى تأذي آخر، يعني هي رايحة حتى بكامل إرادتها حتى تقوم بعمل مو صحيح. هي اللي غايتها شلون تستغل يعني؟ هي اللي غايتها أنه تأذي، يعني هذا موضوع آخر. بس أكو تعطيها من رايحة للساحر قابل شتري؟ لا، ممكن أكو طبقات أخرى تستغل، يعني قلت لك أنا بالبداية أنه لغرض تحقيق مكسب مادي أو لغرض الحصول على شيء معين، هاي الغاية من يمها. ولكن إذا تم استغلالها هنا الشخص زي. اللي استغلها هو اللي يعاقب. زين أستاذ فاضل، ليش ما عندنا بالعراق أجهزة رقابية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هسه أنا حسب ما أدري وحسب ما اطلعت قبل الحلقة، التاروت ب10,000 دينار تبعث على كارت زين أو كارت آسيا، بقية الأعمال توصل لل 500 يورو أو 500 دولار. زين، ما كل الأسعار موجودة على الفيس والتعامل علني وواضح، وين الرقابة من هذا كله؟ شوفي فرح، يعني كنا وادر شوي في بعض الأحيان نشر البلية ما يضحك.
يعني اكو شاب هو وزوجته ارادوا ان يهاجروا الى بلاد المهجر. نعم. وما كان يستطيع ان يحصل على فيزا، فلجا الى احد العرافين كي يعطيه ما يسمى بالمحمل، يذهب يعني بالانترفيو مع الكانسلرز يعني بالمقابله حتى يعطيه منح الموافقه. فقال انا راح اعطيك، راح اعمل اقوم لك بعمل واعطي لك الارض، يعني اسوي لك طي الارض. زين. فانت مجرد هنا وجودك تغمض عيناك وراح اعطيك هذا العمل، تروح بالليل بعد الساعه 12 انت وزوجتك تصعدون في اعلى الدار وتغمضوا عيونكم بعد الزوال بعد منتصف الليل وتحمل هذا بيدك وتجد نفسك في السويد. زين. قال لك كم تريد من المبلغ؟ قال اريد منكم من كل شخص 9000 دولار. 5000 دولار للملك الموكل بنقلكما، و4000 دولار للملك الذي سينزلكم هناك. قال له انت شو ربحك؟ قال له انا ربحي تجارة مع الله. زين هذا اقتنع، شاف هذا دا يشتغل له هو وزوجته، وزوجته ايضا قنعته. قالت له هذا لو كاذب كان قاضى مبلغ له. المبالغ اثنينهن اخذهن، واحد للحامل وواحد للمحمول. زين. فتقاضى منهم المبلغ وهذول حملوا، وهذا الزوج والزوجه يعني اتيا بسلم حتى يصعدا على البيتونه، لانه بيتونه ما بيها درج، ومصعد على البيتونه مجربين مره ثانيه ثالثه رابعه، الموضوع ليس كما رايحين عليه. ثاني يوم للبيت لاقين البيت ما موجود، لان يعني البيت اتضح انه كان يؤجره مع اثاثه وكان سبق له ان قام بالنصب والاحتيال على غيرهم. لذلك يعني هاي القضيه يراد لها وعي تام، وعي بالمواطنه، وعي بالمعلومه، واخبار وتقديم. لا احد يستطيع ان يقدم شكوى، ما حد يكبر. يعني اكو امراه سيده فاضله، للاسف اقول فاضله، قام باحد العرافين بالنصب عليها باخذ كل حليها وحلي ابنتها، ومع ذلك لم تقم بتقديم شكوى، تخاف. الذهب والمصوغات والفلوس هاي سهله، تحدث لي عن بعض النساء فقدن شرفهن وعوائلهن وازواجهم بسبب اعمال منافيه للاخلاق مع ساحر. هو يشترط الساحر، يشترط هذا الموضوع. استوردناها هذه من بلاد المغرب العربي بصراحه. استوردناها من بلاد المغرب العربي، والوزير المذكور على كان يتعامل مع بلاد المغرب العربي بثقة تامة، وكأنما هاروت وماروت من تحت لسانه ينفذ السحرة. لا إله إلا الله. زين أستاذ علي، كم حالة طلاق صارت بسبب المشعوذين والسحر؟ كثير من حالات الطلاق طبعا الرجال، مثلا هي الغالبية أنه الرجل يكتشف ما يطلق عليه الحجاب، اسم الحجاب اللي يصير ورقة مطوية بشكل مثلث أو مربع أو أيا كان، يعني ممكن يلقاه تحت السرير، تحت الوسادة اللي ينام عليها، يوثقها ويجيب شهود ويفتحها ويلقى بيها مثلا اسمه مذكور وبعض التفاصيل انه اللي ذكرها الاستاذ عقدة لسان او هالامور، يتجه للقضاء ويطلب التفريق من زوجته على انه مارست اعمال السحر والشعوذه وهذا بالدليل المشهود، وبالتالي يتم التفريق بيناتهم. زين والساحر والمشعوذ اذا من حكم ايش قد ينحكم؟ هي الماده 456 الحد الاعلى بها هي 5 سنوات. يعني هذا الساحر ممكن القاضي اذا شاف انه هذا اكو هواي سحره يتعمدون، يعني من تجي احدى الشخصيات، امراه تجي وتعجبه شكلا فيدعي انه والله الملك اللي راح احضره او الجن اللي راح احضره هو طلب انه يتم ممارسه بعض الاشياء مع هاي الامراه لغرض انه هذا السحر ينفذ او يمشي او هالامور، فيستغلها هالاستغلال. فالقاضي من تنعرض عليه هيك قضيه ويشوف انه اكو استغلال يعني بين قوسين جنسي لشخصيات كثيره، واكو احد المشعوذين ولزمت عليه فيديوهات يعني مئات مارس هذا الموضوع مع مئات النساء. يعني هذا طبقا لهاي المادة، هذا طبقا مثل هذا اللي يعني قام بافعال منافيه للاخلاق او سرقه او مو بالضروره تطبق عليه بس هاي الماده. لا شلون؟ ال 456 تطبق عليه. اي. هتك العرض تطبق عليه. يعني تقصد اكثر من ماده. اكثر من ماده، قضاتنا محنكين يعني من تجي هيك حاله، الحاله الوحده تطبق عليها كذا ماده نفس الحاله، وبالتالي يحكم بكذا حكم، يعني مجموع الاحكام ممكن يصير عليه فد 20 سنه. زين، اغرب حاله السحر سمعت بها من خلال مجال عملك شنو هي في الاروقه القضائيه؟
والله الكثير من حالات السحر، يعني واحدة من يمهن انه اكتشف الزوج مثل ما ذكرت لك، يعني اكتشف فتح حجاب ولقى به جزء من ملابسه، لقى به شعره، جزء من شعره، لقى به جزء من ملابس عائلته، وفت كلمات يعني مذكور بها اسمه واسم والدته واسم العائلة كلها، حتى عود يعني شنو انه تسيطر عليهم. واكتشف انه زين، ممكن اذا كان عذرا للكلمه هذا السحر اسود وسحر نقص كما يعني اجلكم الله كما نقوله بالعراقي، هل من الممكن ان ياثر خاصه على انسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ والله ست احنا باعتبارنا احنا هسه اللي قاعدين احنا طبقه نقدر نطلق على نفسنا طبقه اكاديميه وطبقه علميه، يعني هاي الامور بصراحة ما تدخل دماغي انه انا يجي شخص بالريموت كنترول ممكن يحركني والله هذا مسوي لي سحر. زوجة مثقفة تخون زوجها وتخون بيتها وتسوي هذه الافعال، يعني مو هذا تدمير لاي عائلة عراقية. المشكلة انه هذا الموضوع ما ينحصر، يعني احنا من نشوف حتى الموروث الثقافي والموروث اللي عندنا، حتى الموروث السينمائي مثلا من نشوفه بالافلام وهالامور، نعتقد انه هذا الموضوع موجود عند الطبقه الريفيه او الطبقه الفقيره او الطبقه المسحوقه، ولكن بالعكس يعني اكو هوايه ناس من الطبقه اللي نعتبرها طبقه اكاديميه وطبقه راقيه يمارسون هاي الامور. قال لك وزير. اذا باختصار دكتور فاضل، شلون نسيطر على هذا الوضع؟ هسه بالوعي، بالملاحقه القانونيه، بالملاحقه الامنيه، شلون؟ يعني هو حتى احنا مو لازم نسوي طرق توعيه. زين. يعني طرق توعيه للمجتمع برمتي. اولا الطرق التوعيه تبدا من يعني من المنابر ومن الأكاديميات ومن الجامعات. يعني هل تعلمين أن للسحر أنواع؟ السحر ليس سحرا مطلقا، هو سمي سحر لأنه سحر لأنه مجهول، مجهول النتائج. لذلك أكو سحر يسمونه السحر المأكول، أكو المدفون، أكو سحر الدم، أكو السحر المرشوش، أكو السحر المأكول. خمس أنواع من السحر. إذا لحقنا به سحر الوقاية وسحر الإنتاج يكون عندنا سبع أنواع من السحر، هذه كلها تقبع تحت السحر الأسود. لذلك احنا كنا نعرف المجتمع بأنواع السحر اللي عددتهن آني الآن، وبعد ذلك طرحن للمجتمع بطريقة نكذب نفكك. احنا سمو ديدرا الفرنسي من اجا فكك الرائدة التفكيكية، احنا ايضا منابرنا، اعلامنا، اكاديمياتنا، مدارسنا نخليها جزء من التربية الرياضية، نقول يا ابو هذا السحر عليكم ان تتوخوا وتتوخوا الدقه والحذر منه لانه يحمل تخرصات وفرا واكاذيب. نعم، بهذه الطريقه. الخبير الامني الدكتور فاضل ابو رغيف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الخبير القانوني علي زمزيه، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. اذا قبل لا نروح وياكم للموجز المحلي، خلونا نشوف ابرز ما جاء في حساب الامام الخامنئي في منصه اكس بعد نجاح الانتخابات الايرانيه، لنتابع. والآن ننتقل إلى الموجز الخبري. انطلاق المؤتمر الأول لمكتب بناء الدولة برعاية رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي. السوداني يوجه بالمتابعة الميدانية لحزمة المشاريع الخدمية في الديوانية. مكتب الإمام السيستاني يعلن أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام شهر محرم الحرام.
وزير الداخلية يؤكد تأمين زيارة محرم الحرام بجميع القطاعات الأمنية. محافظة بغداد تعلن المباشرة بمراحل تنفيذ مشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجي. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.